سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan kami dari kelas Fatima membawakan shalawat Muhammad ibni Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja, ma waddaqa rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khayrun laka minal ula, ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، محمد ابن سبيل الله. عليك قبة القدر وتجاهد في سبيل الله. عبد الله محمد.
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمي أمة بعدي وغفر ذنوب الله وسمي أمة بعدي وغفر ذنوب الله سلاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih.